السلام عليكم. السلام عليكم. من أرض المعارض في الكويت. السلام عليكم. يا ابني السلام عليكم. يا صناعة فين؟ مصر. مصر؟ القطن المصري الأصلي. والله كل ده مصر. طبعا يا سيدي نتشرف فيكم ونسجل لك ان شاء الله. الاقطاب المصريه نعمل لك دعايه مجاني. الاقطاب المصريه، المجمر المصري، والالوان اللي تينن. موديلاتنا غير وقطننا غير. هنا الجديد والمميز اوكي. الاقطاب المصريه كم الاسعار؟ السيفي ثلاث حبات ب10 والشتوي اي حبه ب5. خاماتنا كلها قطن مصري بيور 100% مع على جلد الانكماش، مفيش اي مشاكل خالص. ده قطن محمد؟ ده قطن، قطن صافي كمان. ده وقت ده، ده قطن صيفي، وده القطن المخمل الشتوي اللي بيكون تقيل شويه. وفي بقى حاجه كمان اتقل واتقل عشان لو الجو برد شويه كمان، عندنا حاجه زي دي كده. ده القطن التقيل بقى خالص. جلابيه واحده، دراعه واحده كفايه في اللبس في عز الشتاء خلاص. ده ده حلو، ده حلو، ده طبعا حلو. كل الموديلات في الوانها كلها وكل المقاس. يا سيدي اتمنى لك توفيق لمصر ولا حاجه حلوه والله. حبيبي والله انتاج بعض الدول من شرق اسيا. مش تمام. شكرا، اتمنى لك توفيق. انت المعرض لمتى؟ المعرض لحد اخر يوم رمضان. والله والله قاعدين معاكم بقى المره دي بقى، مطولين معاكم ان شاء الله. يا جماعه راجل طيب من مصر جاي يسترزق وبضاعته حلوه. يلا سلام عليكم ورحمه الله. انت بضاع، السلام عليكم. السلام. بضاعتك كلها فلسطين؟ نعم فلسطين. في عندي شغل الاردن، احنا الكرنة الاردن وفلسطين. حاجه حلوه، هذا جميل، هذا جميل. أنا كثير حلوة، كله طارات يدوية طبعا، ما عندي طباعة. هاي كله يدوي؟ كله طارات يدوية. نعم ما شاء الله. كم السعر الأحمر اللي فوق هذا؟ إلى خصم تكرم. كم؟ إلى خصم 40% سعر النهائي. كم كم سعره؟ سعره 250. كثير لا؟ إذا شغل إيد يستاهل يعني. فقط فقط طارة يدوية 100%، مو شغل موت. سيدي هذا من جماعة المعرض، موجود في قاعة 4B من أرض المعارض. صناعة ملابس من فلسطين والأردن. طبعا فلسطين متنوع نو؟ نعم. كل منطقة فيها؟ نعم كل ثوب إلى منطقة. هذيك مرة التقيت سيدي شاب وشابة كانوا يبيعوا نفس الملابس هذه. احنا الكرنك وكالة في الأردن وفلسطين. الكرنك براند يعني في المطرزات. شركة إن شاء الله معروف. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله والله حاجة حلوة حقيقة. طبعا بيجي له حزام. شايف أستاذ هاي الحزام؟ هاي البلد. زين زين، اللي بيشتروا منك طبعا من الشام يعني، من جماعة من أردن فلسطين لبنان من الكويت كمان. والله نعم. العموم حاجة. عندي مخمل كمان اسمه زين الحلو، وعندي كمان هذا شغل رام الله، طبعا في منه عدة ألوان. يا جماعة موجودين الجماعة لآخر يوم في رمضان صحيح؟ إن شاء الله، إذا الله يسر الأمور إن شاء الله. تتيسر حول الله، حول الله. طيب حتى سهيل بإذن الله. بإذن الله. طيب حج بحاجة، في حاجة ما شاء الله. هذا جميل، هذا جميل.
اه جميل جميل. طيب يا اخي ان شاء الله مميز. ان شاء الله ما شاء الله حاجه جميله متعوب عليها هذه. طيب هاي لعبيات اليدويه كمان لعبيات شغل سناره يدويه شغل زين. ما في لكم محل بالكويت مكان معين؟ لا احنا بنجي معرض. بتجي معرض وتروح الاردن ان شاء الله. يعني تخلص بس انتم جايين لهذا الشغل؟ احنا بنجي معرض يعني مثلا شهر بنمدد كمان اسبوع اسبوعين بعدها بنروح. اوكي اوكي. ليش الشاب قال لي انه لاخر يوم في رمضان راح يكونوا موجودين ولا يعتمد؟ ما بعرف انا محل لحالي هون الكرنة. انا ما لي منافس. اوكي اوكي اوكي. يعني محل لحالي. طيب يا استاذي اتمنى لك توفيق يا رب. شوف الجاكيتات اليدوية كمان جميل. هذا جاكيت يدوي شغله كامل يدوي. هاي الغرزة اليدوية تفضل. ما شاء الله شغل اليد كامل. هذا بياخذ شغل كم اسبوع ولا اسبوعين؟ هذا بياخذ شهرين ولا مكاين شغل شهرين شغل. هذا سنارته يدويه شغل ايد والقطبه تبعته شغل ايد كامل. يعني الماكينه مو لمسيته نهائيا حتى الخرز اللي عليه كله اشتركيه ايد. ما فيش ماكينه تعمله؟ في عندنا مكاين بس المكاين يعني ما بجيب. هذا طارات يدويه يعني كل الليل عندي شغل يد بس يعني الاصلي. ما شاء الله. طيب استاذي اتمنى لك توفيق يا رب. حلك صديقي اهلا وسهلا. ترى راح ننزلك ورزقك على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. زعتر؟ ايوه كانت اربع انواع زعتر بالسماء والعاد والجبلي والاعشاب الجبليه والحب الرمان. طيب اتمنى لكم توفيق. المشمش كم؟ مو مشمش هذا شمشم. تين كم؟ السالب كيلو بستة والكيلوين بعشرة والمحشي جوز كيلو بثمانية والكيلوين ما شاء الله. ويستاهل يستاهل سعره فيه يعني. من جماعة فلسطين بعد فلسطين طبعا. الله يا جماعة والشمس اللي بنور. مش عارف انا راح احطكم كذي. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. الزيتون كم؟ زيتون فلس زيت زيتون زيت زيتون عاملين عليه عرض يعني بطلب أربعة والثلاثة على عرض بعشرة زيت زيتون فلسطيني أسعود على خلاص ما في داعي. شكرا شكرا. ويستاهل سعره ويستاهل. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. طيب العشاء ملابس أطفال نو نسوي بنيت البنت والأمه بنت والأمه كبير وصغير. هذا الكبير ده شغل مصر من الدنيا. طيب ده قطن قطن حاجات جميلة أكتر من شكل أكتر من فيني ده ستيكر ورقة. لا لا المكتوب عليها مكونات صناعة مصرية. لا لا مكونات. لا ما فيش مكونات. لا يلا على راحتكم مفروض يعني. بس المهم كل بلد وحر. طيب بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. شغل كله مصر ما شاء الله مسيطر مكتسحين. حاجات مختلفه وجديده عايزنا كمان
زين ليش ما بتحطوا عليه ستيكر مكوناته؟ مكوناته؟ مفروض يعني اي مفروض بس عندنا احنا صناعة البلد اوكي خلاص على عين وراس صناعة البلد على عين تمام زين تقول لك مثلا 75% قطن 25% لا لا ما تنسوهاش دي مهمة ان شاء الله يلا بالتوفيق ان شاء الله يلا تفضل يا عمو. ازيك يا باشا؟ يا اهلا وسهلا. كويس. ازيك يا باشا؟ شلون بضاعتك زينة؟ قطن مصري بدرجة أولى بفضل الله. أنت جايين على المعرض وبعدين تروحوا مصر؟ احنا قاعدين هنا لغاية رمضان بأمر الله. بحول الله، لآخر يوم رمضان. بإذن الله. بحول الله، بالتوفيق إن شاء الله. لا نلحق عليكم بعدين نجي نصور. نجي نصور مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. زيكم.